انطلاق موفق أعزائي الجمهور والحضور الكريم. 14 من الجياد المهجنة الأصيلة تشارك على جائزة قطر الذهبية من وسط الجياد، محاولة لخطف الصدارة والجواد أميكو ميو، ومن الجهة الداخلية بيتر أندرسون الآن في صدارة جميلة وقوية، والشعار الأخضر والبرتقالي البصير من الجهة الداخلية ملك السيد مبارك سعيد جفال النعيمي في صدارة جميلة وقوية، وهناك ترقب والجياد في انتظار وتراقب بيتر أندرسون في السادة مرقاب في الوقت. وفي الترتيب الثالث هناك الجواد فريس بنت زاخر ريسينج وأوليفي بيلي والمنعطف الأول، ولا تزال الصدارة مع البصير ملك السيد مبارك سيد جفال النعيمي والمنعطف الأول اتجاه إلى المنعطف الثاني ونقطة الألف ومئتا متر، والجياد في لحظة ترقب وانتظار، البصير لا تزال في صدارة جميلة وقوية، والتكهن والترقم بيتر أندرسون في الوصافة، ونقطة الألف متر، ألف متر إلى خط النهاية، ولا تزال البصير في صدارة جميلة وقوية، وفي الوصافة هناك الجواد أميكو ميو من الجهة الداخلية ويغير لخطف الصدارة ومحاولة للحاق بالجواد بيتر أندرسون وفريسبن من الجهة الخارجية ومحاولة للحاق من بعض الجهاد المنعطف ما قبل الأخير، ولا تزال بصير بالصدارة وقائدة هذا الخيل، والآن تقدم لبعض الجهاد من الجهة الخلفية، هناك الجواد رايت تو دريم والجواد بومفي من الجهة الخارجية ويعطى الإعازة الآن واللحظات الأخيرة، وفريس بن من الجهة الخلفية ومحاولة للحق، وبومفيا الآن يحاول وخطف للصدارة والأمتار الأخيرة بومفي، هناك الجواد أميكو ميو وتقدم لبيتر أندرسون وبعض الجياد من الجهة الداخلية، بومفي وتابدي الآن الشقب ريسينج، تابدي يحاول ويخطف الصدارة. يلا ونتائج الشوط السابع أعزائي الجمهور والحضور الكريم من هذه الأمسية وجائزة قطر الذهبية، جاء بالمركز الأول الجواد رقم 5 داب دي ملك السادة الشقب ريسينج والفارس فرانكي ديتوري والمدرب جاسم الغزالي مبروك. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 12 بومفي ملك السيد حسن علي عبد الملك محمد العبد الملك والخيال ليم جونز، وفي الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 2 أميكو ميو ملك الشيخ ناصر بن عبد الله بن ناصر الثاني والفارس ماركو مونتوريسو، وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 9 رايت تو دريم ملك السيد حسن علي عبد الملك محمد العبد الملك والخيال جاري كارتر، وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 14 رومان ليجند ملك السيد منصور إبراهيم سعد المحمود والفارس جيرالد أفرانش. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظاً أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. أعزائي الجمهور ابقوا معنا لمشاهدة الشوط الرئيسي القادم وسيف قطر الذهبي. There's only one, the Italian stallion Frankie Dettori. هنا يأخذ كأس الفارس دابدي وال مدرب جاسم الغزالي مدرب الجواد دابدي. Who is this man? It is Jassim Al-Ghazali, the trainer of Dabdeh, unbeaten 5 out of 5. ويستلم كأس المدرب دابدي جاسم الغزالي والمالك السادة الشقب ريسينج. نيابة عن الشقب ريسينج يتفضل لاستلام كأس جائزة قطر الذهبية للجيادة المهجنة الأصيلة وكأس الجواد دابدي والصورة التذكارية وطاقم الجواد دابدي فارسا ومدربا، ونيابة عن المالك والشقب ريسينج والصورة التذكارية بهذا الفوز الجميل. Yeah, Al Shakab Racing. That is the name of Sheikh Jahan's racing empire.